السادسة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. خروج 44 حافلة تقل نحو 2000 من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما وتحرير كافة المختطفين الأحياء. ترامب يلغي جولته في أمريكا اللاتينية لمتابعة الملف السوري ومشروع قرار روسي مقابل الأمريكي. ودمشق تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في دوما. لافرنتيف في طهران لبحث التطورات في سوريا. ولايتي يؤكد أن الاعتداء على مطار التيفور لن يبقى من دون رد. وموسكو تتوعد بإجراءات سياسية وعسكرية إزاء الاستفزازات. القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على لواء الرادارات في خميس مشيط بعسير السعودية. ورسالة وفاء من فناني غزة لصحافي الشهيد ياسر مرتجى وتأكيد استكمال المسير حتى دحر الاحتلال. مشاهدينا، إذن 44 حافلة تقل نحو 2000 من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم خرجت من مدينة دوما إلى نقطة التجمع على طريق حمص دمشق وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر أمني. وكان مصدر مطلع قد قال إن أكثر من 50,000 شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم من المتوقع أن يغادروا المدينة في الأيام المقبلة. مراسلة الميادين كانت قد أفادت بوصول كامل المختطفين المحررين من مدينة دوما إلى صالة الفيحاء في دمشق، وهؤلاء يمثلون الدفعة الأخيرة ممن كانوا مختطفين لدى جيش الإسلام في مدينة دوما. ودائما للمزيد وحول كل جديد وكل هذه التفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، يعطيك ألف عافية، أبدأ معك لو سمحت. مساء الخير علا. نعم، في الواقع خرجت 44 حافلة هذا اليوم، يعني قبل حوالي الساعة من الآن. هذه الحافلات يعني على متنها أكثر من 2000 شخص بين مسلح وعائلاتهم. طبعا الحافلة هذه هي ثاني حافلة في الواقع تخرج بعد، بالأمس خرجت حوالي 70 حافلة أو أقل من ذلك بقليل، كان على متنها 3500 وعدة أشخاص في الواقع. وقد أعلن يعني ناشطون في المنطقة الشمالية في ريف حلب الشمالي، المنطقة التي يسيطر عليها مسلح من درع الفرات، عن وصول أولئك المسلحين مع عائلاتهم الذين خرجوا فجر أمس قبل ساعات تقريبا إلى منطقة الباب، ومنها سوف ينتقلون على ما يبدو إلى مخيم يقام في منطقة إعزاز يسمى مخيم البل. هذا المخيم يعني تحت سيطرة المقاتلين المنضوين تحت الأركان التركية درع الفرات. وعلى ما يبدو كان هناك حالة تذمر من هؤلاء المسلحين على اعتبار لدى وصولهم تم سحب الأسلحة الخفيفة التي كانت معهم، أي البنادق الآلية. العملية طبعا تتواصل وتستكمل لأن العدد كبير، عدد من قرر الخروج من مدينة دوما سواء مسلح أو مدني من عائلات هؤلاء. يعني الأعداد حسب تقديرات أولية تشير إلى حوالي 40,000 مدني وحوالي 8,000 مسلح سوف يغادرون هذه المنطقة، ما يشير إلى أن العملية سوف تتواصل لعدة أيام أخرى بطبيعة الحال، وبعدها سوف تصبح المنطقة بشكلها الكامل. يعني الهدف الأخير أن تصبح المنطقة وتعلن منطقة آمنة بشكل كامل خالية من السلاح ومن المسلحين. طيب، على أي أساس يتم خروج هذه العائلات والمسلحين طبعا معهم؟ أخبرنا عن الخطوات التي تمر بها هذه العملية بشكل كامل. الخطوة هي تنفيذا طبعا لهذا الاتفاق الذي أبرم قبل يومين والذي يقضي بإخراج المختطفين بالكامل عسكريين ومدنيين، وهو يعني ما أعلن عنه ليلة أمس من مصدر رسمي سوري، مقابل خروج المسلحين والمدنيين من أهالي دوما غير الراغبين بتسوية أوضاعهم والبقاء في تلك المنطقة. المسلحين طبعا هم من جيش الإسلام، لأن التنظيم الوحيد الذي يسيطر على هذه المنطقة هم مسلحو جيش الإسلام. عددهم يعني عدد مسلحي هذا الجيش يصل إلى حوالي 12
ألف مسلح. الشروطية تسليم السلاح الثقيل والمغادرة فقط في البندقية الآلية فقط، يعني هذا هو يسمى السلاح الخفيف. طبعا إضافة للسلاح الثقيل يسلم أيضا السلاح المتوسط من رشاشات وإلى ما هنالك. يصعدون على متن حافلات، هذه الحافلات أمنتها الدولة السورية، تدخل إلى داخل مدينة دوما وتمر بعدة إجراءات من التدقيق والتفتيش والقوائم وإلى ما هنالك قبل المغادرة النهائية باتجاه الشمال السوري، تحديدا الباب وأعزاز ومنطقة جرابلس، وهي مناطق في ريف حلب الشمالي الشرقي، وهي قريبة من الحدود التركية وتحت سيطرة مجموعات مسلحة تأتمر مباشرة بأوامر هيئة الأركان التركية. كل الشكر لك زميل محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا من دمشق. وجهت الخارجية السورية دعوة رسمية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية فيها. مصدر في الوزارة قال لسانا أن دمشق تؤكد عزمها على تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها، وتتطلع لأن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على أدلة ملموسة وذات مصداقية. وأكدت العزم على التعاون مع المنظمة لكشف حقيقة الادعاءات التي يروج لها بعض الأطراف الغربيين لتبرير نواياهم العدوانية خدمة لأهدافهم السياسية. أكد خبراء روس عدم وجود أي أثار لمواد كيميائية لدى المصابين في دوما إثر معاينة ميدانية للموقع حيث زعم حدوث هجوم بالغازات، وهو ما أكده أيضا أطباء ومسعفون في المدينة. مجموعة من خبراء وزارة الدفاع الروسية زارت مشفى مدينة دوما لمقابلة الشهود وإجراء اختبارات على حادثة استخدام غازات كيميائية. خلال الزيارة جرى التأكد من عدم وجود ضحايا بعوارض تسمم بمواد كيميائية. المرضى الذين جرت معاينتهم لم تكن لديهم عوارض مطابقة لعوارض من تعرض لغازات الأعصاب المسببة للشلل كالسارين أو عوارض التسمم بغاز الكلورين. أنا موجود ضمن مدينة دوما من بداية الأحداث. خلال اليوم 6 و7 و8 بشهر نيسان الحالي لم يردنا أي إصابة أو أي مريض يعاني من إصابة بمواد سامة. وردنا بتواريخ 6 و7 و8 من شهر 4 2018 عن حدوث إصابات بمواد كيماوية وسامة. نحن كمسعفين ما أسعفنا أي حالات من هذا النوع. جميع الإصابات اللي تم إسعافها هي إصابات حربية جراء القصف اللي عم يصير. قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرانتييف أن التطورات في المنطقة سريعة وأن الأوضاع في سوريا تتغير. لافرانتييف أكد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني في طهران أن بعض التطورات في سوريا إيجابي والبعض الآخر مقلق، كما قال أن متابعة الحل السياسي للأزمة السورية بحاجة إلى عمل مكثف بين طهران وموسكو وأنقرة ودمشق. ولفت إلى أنه أجرى مباحثات مع شمخاني لنحو ساعة ونصف حول التطورات في سوريا بالتفاصيل، تركزت على الشقين السياسي والعسكري. وكان مصدر مطلع في طهران قد أفاد بأن لافرانتييف قام بزيارة غير متوقعة إلى العاصمة الإيرانية أجرى خلالها مباحثات غير علنية ومطولة مع شمخاني، وناقش المسؤولان آخر التطورات السورية والعدوان الإسرائيلي وتهديدات الرئيس الأمريكي بالتدخل العسكري في سوريا. وبحسب المصدر فإن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور الذي أدى إلى استشهاد عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين وقرارات إيران حيال ذلك جرى بحثهما خلال اللقاء. بالتوازي وصل مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولاية إلى دمشق، حيث وصف انتصار الجيش السوري في الغوطة الشرقية بأنه من أهم انتصارات سوريا، وأكد أن جريمة إسرائيل باستهداف مطار التيفور العسكري لن تبقى من دون رد. ومن البرازيل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إثارة موضوع السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق ذريعة للتدخل الأمريكي لإنقاذ الإرهابيين الذين تدعمهم نظرا إلى تردي أوضاعهم وهزيمتهم ميدانيا.
أمريكا والكيان الصهيوني تدخلا في مراحل مختلفة في الساحة السورية لإعطاء دفع ودعم للإرهابيين. الاعتداءات الصهيونية الأخيرة كسابقاتها تأتي في وقت يتعرض فيه الإرهابيون للهزيمة، وأمريكا تفعل أيضا الأمر نفسه. لدينا معلومات موثقة عن أن أمريكا تعمل على نقل عناصر داعش الإرهابيين إلى مناطق أخرى للاستفادة من هذا الاستثمار الخطير الذي نفذته في سوريا في أماكن أخرى. هذه السياسات خطيرة ولها تبعات خطيرة على أمن المنطقة والعالم وسلامتهما وعلى أمريكا نفسها. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى رحلته إلى قمة الأمريكيتين في بيرو من أجل الإشراف على الرد فيما يتعلق بالشأن السوري. وجاء في البيان أن ترامب لن يحضر القمة كما كان مخططا أصلا، وسيبقى في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأمريكي على سوريا ولمراقبة التطورات حول العالم. وأفادت المتحدثة بأن نائب الرئيس مايك بنس سيحل محل الرئيس في القمة. أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن في الدوما الجنرال فلاديمير شامانوف استعداد بلاده لاتخاذ جميع الإجراءات السياسية وحتى العسكرية إذا لزم الأمر ردا على الاستفزازات الغربية ضد روسيا. وقال أمام الدوما أن روسيا دولة ذات سيادة لديها حلفاء وضامنون للأحداث في سوريا، ولن تسمح للأمريكيين بتحقيق مصالحهم على حساب الآخرين على حد قوله. بدوره أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع أن الأنباء عن تعطيل روسيا لإشارات الطائرات من دون طيار الأمريكية في سوريا كاذبة، مؤكدا أن بلاده لا تنتهك الاتفاقات الدولية. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإرسال خبراء للتحقيق في مزاعم استخدام الكيمياء في دوما. وشدد على أن موسكو لم تتلقى بعد أي جواب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن العرض الذي قدمته. لم نتلقى أي جواب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عرضنا بشأن التحقيق في الأنباء الواردة عن استخدام السلاح الكيميائي في دوما. نحن مستعدون لتقديم كل الضمانات اللازمة لكي يعمل فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، كما أن الادعاءات بعدم وجود الظروف الأمنية الملائمة لفريق التفتيش الكيميائي لا أساس لها. الولايات المتحدة كانت قد قدمت مشروع قرار لبحث اتهاماتها لدمشق باستخدام الكيمياء في دوما، وهو مشروع وصفه المندوب الروسي بأنه أسوأ من المشروع الأمريكي السابق. وكان المندوب الروسي قد حذر خلال جلسة لمجلس الأمن من أن الخيار العسكري ستكون له تداعيات خطرة على الأمن والسلم الدوليين. نزار عبود. رفضت روسيا بشدة جعل موضوع الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما نافية وقوعه بالمطلق، وأصر مندوبها على أن يكون تهديد السلم والأمن الدوليين هو الموضوع، فالأمور اقتربت من الحافة، وهو ما حذر منه أيضا للمرة الأولى المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا. أبلغنا واشنطن عبر قنوات متعددة أن استخدام القوة تحت ذرائع كاذبة ضد سوريا، حيث تنتشر قوات روسية ومن دون دعوة من الحكومة الشرعية، يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها. وفي المقابل قبلت روسيا إرسال محققين من منظمة الأسلحة الكيميائية إلى دوما والنظر في مشروع قرار أمريكي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكن الولايات المتحدة بقيت تهدد باستخدام القوة برضا مجلس الأمن الدولي أو من دونه. الولايات المتحدة مصممة على محاسبة الوحش الذي ألقى الأسلحة الكيميائية على الشعب السوري. سمعتم ما قاله الرئيس الأمريكي عن الموضوع. الاجتماعات تجري حاليا وتتخذ قرارات مهمة في هذه اللحظات. ردت سوريا بالسخرية من كل الأكاذيب التي اختلقت لتبرير الحروب، وتحدى مندوبها الولايات المتحدة فتح ملفات لجنة التحقيق الدولية بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، تلك الملفات التي أخفيت لستين عاما، ووصف المزاعم عن هجوم كيميائي بالمشهد الهوليوودي. إننا اليوم نوجه اتهاما مباشرا إلى واشنطن وباريس ولندن والرياض والدوحة وأنقرة بتزويد داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وعشرات المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهم بالمواد الكيميائية السامة لاستخدامها ضد المدنيين السوريين، ونتهمهم بارتكاب هذه المجازر وفبركة الأدلة
لتوجيه الاتهام الباطل للحكومة السورية. أعضاء مجلس الأمن الدولي واصلوا التشاور من أجل إصدار قرار بشأن التحقيق في وقت لاحق، ولا سيما أن دوما باتت خالية من الإرهاب. بعد التصعيد العسكري في سوريا يأتي التصعيد السياسي في نيويورك ومن قبله في واشنطن، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل قرارا مهما بشأن الوضع في سوريا إلى ما بعد هذه الجلسة. نزار عبود، الأمم المتحدة نيويورك، الميادين. ويبقى معنا زميل نزار عبود من نيويورك. يعني أبدأ معك نزار من حيث انتهيت، وتأجيل قرار ترامب إلى ما بعد هذه الجلسة، ما الذي سنشهده خلال هذه الجلسة؟ سيما أن هناك الميادين طبعا حصلت على مضمون مشروع أو على مشروع القرار الأمريكي حول سوريا ومزاعم استخدام الكيميائي، وقيل أن روسيا سترد بفيتو، وأيضا هناك مشروع سيقدم كما قيل روسي بوجه هذا المشروع الأمريكي. المزيد وكل التفاصيل معك نزار، تفضل. شكرا لك. لا شك أن طبعا هذه الجلسة التي ستعقد الساعة 10 بتوقيت القدس المحتلة ستكون مهمة، ومن المرجح أن يستخدم فيها الروس الفيتو، لأن مشروع القرار الأمريكي يدعو إلى إعادة إحياء آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنفس الولاية السابقة التي اعترضت روسيا عليها والتي رفضت التجديد لها. بالتالي هو تحدي أمريكي واضح. أيضا منطلق مشروع القرار الحالي من أن ما حصل في دوما هو اعتداء كيميائي أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا المدنيين، وبالتالي هذا أيضا موضع شك وموضع تشكيك واضح من الجانب الروسي والجانب السوري اللذان ينفيان تماما وقوع حوادث كيميائية في دوما. وبالتالي القرار متحيز سلفا، وهو ليس لديه أي فرصة في النجاح، وهو قرار تحدي حقيقة. وكما لو أن الولايات المتحدة تريد إقامة الحجة على الجانب الروسي باستخدام الفيتو أو الإفراط في استخدام الفيتو من أجل شيطنة روسيا نفسها، لأن نحن كما لاحظنا في الجلسات السابقة كان هناك تركيز غربي على اتهام روسيا ليس فقط بالتستر على سوريا في استخدام الكيميائي، بل اتهامها بالمشاركة في استخدام الكيميائي، وبالتالي الطعن في أي شهادة قد تبديها روسيا أو أي رأي لأنها طرف في استخدام الكيميائي كما يدعون. وبالتالي ماذا يقول بالتفصيل؟ ماذا يقول بالتفصيل مشروع القرار الأمريكي الذي حصلت الميادين عليه؟ مشروع القرار طبعا يدعو إلى إحياء أو إنشاء آلية تحقيق لمدة سنة، آلية تحقيق مشتركة كما سبق وذكرت، ويدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ينطلق من أنها استخدمت، ويدين استخدام الأسلحة في دوما تحديدا، وأيضا يطلب ينطلق من أن سوريا انتهكت القرار 2118 المتعلق بنزع أسلحتها، وبالتالي يشكك بعضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وكما لو أن كل ما جرى من نزع الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الماضية منذ عام 2013 بات كما لأنه لم يحصل تماما، مع أن منظمة الأسلحة الكيميائية تشرف تماما على كل ما يجري في ذلك. أمريكا تعرف أنه هذا القرار سيواجه بقرار أو بفيتو روسي، حكي أيضا عن مشروع قرار روسي، هل من معلومات أكثر عن هذا المشروع الذي سيقدم الروسي تحديدا؟ هو مشروع قرار قديم وهو موضوع بالحبر الأزرق منذ وقت، لكن طبعا هو لم يقدم التصويت لأن روسيا لم تضمن حتى الآن 9 أصوات اللازمة لهذا المشروع الذي يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة، لكن بولاية محددة تشترط أن يتم التحقيق على الأرض وليس كما حصل في المرات السابقة مثل خان شيخون التحقيق عن بعد. طيب ما مصيره الآن لهذا القرار بعد كل هذه يعني الهجمة الغريبة العجيبة والمفبركة والممنهجة، ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية إنما من كل الدول الغربية؟ لاحظ طبعا المشروع القرار ربما لا يطرح اليوم على التصويت، ليس هناك تأكيد أنه سيطرح التصويت حتى الآن، لكن لوحظ أن المجموعة الغربية لم تكن كالعادة تتحدث بصوت عالي حول الموضوع الكيميائي، وكما لو أن هناك حذر روسي، حذر عفوا فرنسي وحذر بريطاني من التصريح. لاحظنا أن السفيرة البريطانية لم تتقدم وتتحدث للمراسلين اليوم،
وأيضا السفير الفرنسي الذي اعتاد الثرثرة كل صباح مع المراسلين تجنب الرد على أي سؤال نحوهم، كما لو أن الأمور لا تزال قليل الدرس. هناك تشكيك أيضا في بعض الوكالات الغربية حول حصول اعتداء كيميائي فعلا في دوما أم وربما لا. الإحراج لهذه الدول سيكون أكبر وأكبر، خاصة أنه كما جاء في العاجل قبل قليل منظمة حظر الأسلحة تعلن أنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق، وبالتالي الأمور سوف تكون مكشوفة أكثر وأكثر، أليس كذلك أم سيكون هناك ضغوطات على هذه المنظمة؟ هي المنظمة لا تحتاج إلى قرار من أجل إنشاء إرسال فريق تقصي الحقائق، لأن ذلك من ضمن ولايتها، ولأن سوريا عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتالي هذا من الأمور الاعتيادية والتعاون معها واجب الحكومة السورية، وبالتالي لا تحتاج إلى إشارة من مجلس الأمن الدولي. لاحظنا أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن غضبه لاستخدام الأسلحة الكيميائية وكما زعم، وطلب التحقيق فورا في ذلك، وبالتالي هذا التحقيق لا يحتاج في الحقيقة لقرار أبدا. أنا أتحدث عن النتائج ليس كقرار اتخاذه، وإنما عن النتائج في بعد ما يتم. طبعا إذا فحصوا الأمور على الأرض وأخذوا عينات وكانوا موضوعيين ليس كما حصل في المرات السابقة، بالتأكيد سينفون وجود ذلك، ولا أعتقد أن هناك حاجة أو وازع لدى الدول الغربية الأخرى ليس الولايات المتحدة لشن حرب بسبب تهمة ليست ثابتة. أعتقد أن الكثير من الدول الأوروبية ربما لا تريد فعلا تصعيد الأمور إلى مستوى الصدام العسكري صحيح. المحتمل في هذه الحالة. صحيح، كل الشكر لك زميل نزار عبود مراسل الميادين، كنت معنا من نيويورك. بموازاة كل ذلك استمرت التهديدات الغربية لدمشق تحت ذريعة استخدام الكيمياء. التفاصيل مع لسار كرم. فور ظهور اتهامات الهجوم الكيميائي على بلدة دوما في الغوطة الشرقية سارعت دمشق إلى نفي مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت أن تنظيم جيش الإسلام في دوما يعيش حالة انهيار، وأن الأذرع الإعلامية للتنظيم تستعيد فبركات استخدام السلاح الكيميائي في محاولة لعرقلة تقدم الجيش السوري. واشنطن سارعت إلى اتهام كل من روسيا وإيران بمساندة النظام السوري، وتوعد الرئيس الأمريكي بثمن باهظ تدفعه كل من سوريا وإيران وروسيا. من جهتها دعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي إلى محاسبة الحكومة السورية وداعمها ولا سيما روسيا. يجب محاسبة النظام وداعميه بما في ذلك روسيا إذا ثبت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في دوما. نعمل مع حلفائنا للتحقق مما حدث، وفي حال ثبت استخدامه الأسلحة الكيميائية فسيشكل هذا الهجوم مثالا جديدا على وحشية نظام الأسد، وسنناقش مع حلفائنا اتخاذ الإجراءات اللازمة. إن استخدام روسيا الفيتو خلال الأعوام الأخيرة سمح لسوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية وأجهض آليات التحقيق في تلك الهجمات. دعوات الحكومات الأوروبية عموما لم تبتعد عن تصريحات مي. برلين طالبت بمعاقبة سوريا متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسية وإيرانية. باريس أكدت أنه إذا تم تجاوز الخط الأحمر في سوريا فسيكون هناك رد. أما المفوضية الأوروبية فطالبت روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في سوريا لمنع وقوع مزيد من الهجمات. من جهتها حذرت موسكو من أي اعتداء أمريكي على سوريا، وأصدر الكرملين بيانا قال فيه إن موسكو سترسل مشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضي بإرسال خبراء لتقصي الحقائق إلى دوما. لم نتلقى أي جواب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عرضنا بشأن التحقيق في الأنباء الواردة عن استخدام السلاح الكيميائي في دوما. نحن مستعدون لتقديم كل الضمانات اللازمة لكي يعمل فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، كما أن الادعاءات بعدم وجود الظروف الأمنية الملائمة لفريق التفتيش الكيميائي لا أساس لها. ووسط حملة التهديد والوعيد أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا وصفت فيه الهجوم المزعوم بالجريمة ضد الإنسانية. أصداء الاعتداء الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري في حمص لا تزال تتردد في إسرائيل في ظل تحذير المراقبين من انعكاساتها وتداعياتها على المرحلة المقبلة. منال إسماعيل. قاع
قراءات المحللين الإسرائيليين لخلفية الاعتداء على مطار تيفور العسكري في حمص تعددت، لكنها أجمعت على أن نتائج قمة أنقرة التي جمعت رؤساء إيران وروسيا وتركيا كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت إسرائيل لشن هذا الاعتداء نتيجة قلقها من حدوث تغيير في الميزان الاستراتيجي في سوريا على نحو سيء بالنسبة إليها. هذه بطاقة صفراء واضحة تلقتها إسرائيل من روسيا، تقول إننا لن نسلم بهجماتكم في سوريا، وقد عقدنا مؤتمرا في أنقرة ونعتزم تأسيس سوريا كدولة سيدة ومستقرة. وفيما رأى مراقبون أن الولايات المتحدة وروسيا حطمتا هذه المرة هامش الإنكار الإسرائيلي بالكامل بخصوص الاعتداء، قال آخرون إن الموقف الروسي من الاعتداء يشير إلى نهاية قصة الغرام الروسية مع إسرائيل. الكلمات التي اختارها لافروف في بيانه هي كلمات تحذير، تقول لقد دقنا ذرعا بكم وهجماتكم غير مقبولة. أعتقد أن أكذوبة الغرام الروسي تجاهنا في السنوات الثلاث الأخيرة قد انتهت الآن. وفي ظل الحديث الإسرائيلي عن تأييد المؤسسة الأمنية مقاربة هجومية وحازمة لكبح التمركز الإيراني في سوريا، ترتفع فرص حدوث مواجهة بين إيران وإسرائيل مقابل خشية إسرائيلية من أن تكون إسرائيل وحدها في هذه المواجهة. التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تسير نحو مواجهة جبهوية مع إيران، لكن إذا اندلعت مواجهة كهذه مقابل إيران وحزب الله أيضا، فإن روسيا لا يسارع لمساعدة إسرائيل. والإدراك الأهم أن إسرائيل وحدها في هذه القصة. ترامب ربما سينقل السفارة إلى القدس، لكنه لا يتورط من أجلنا في سوريا. عدم الرضا الإسرائيلي عن قمة أنقرة والموقف الروسي من الاعتداء الإسرائيلي في حمص معطوفين أيضا على إعلان ترامب نيته سحب قواته من سوريا والقلق الإسرائيلي من التطورات فيها لمصلحة الرئيس بشار الأسد، دفعت مراقبين إلى التحذير من أن المواجهة بين إسرائيل وإيران لم تعد حرب ظلال بل أصبحت مباشرة، وإلى القول إن السؤال المطروح الآن هو من الذي سيرمش أولا ويملي قواعد اللعبة ويضع الخطوط الحمر. دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الغارات التي تعرضت لها الجمهورية العربية السورية. الوزارة أكدت مواقفها السابقة لجهة وجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا، مع الإشارة إلى أن لبنان سوف يتقدم بهذا الخصوص بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي. فاصل قصير نتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. عرضت وسائل إعلام إسرائيلية فيلما صوره جنود الاحتلال على حدود قطاع غزة يظهر فيه عناصر من قوات الاحتلال وهم يقنصون شابا فلسطينيا كان يتظاهر عند المنطقة الحدودية للقطاع لتعلو صيحات فرح الجنود الإسرائيليين بعد إصابة الشاب. هقول مشي بوش شمال موتو ماذا؟ واو تريم تريم واو. أكدت عائلة الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي تعرضها للتحرش اللفظي أمام المحققين الإسرائيليين، وأظهر شريط فيديو نشرته العائلة أن أحد المحققين حاول استمالة عهد إضافة إلى التحقيق معها من دون وجود شرطية أنثى. على مين؟ أنا بفكر على مالي كيف غلطت. أنا بشوف مين أبوك وراك ولا أمك وراك ولا مين؟ مين وراك؟ مين وراك؟ أنا بفكر على أختي صغيرة. أنا بشوف هون عجب بلديني كمان أختي صغيرة بلديني وعيونها زي عيوني وزي شكلها بيدة زيك عجب لما تروح باخر زي همبرجر لما تروح باخر انت كمان بالشمس عجب كيف انت بالشمس زي اختي احمر ولا عجب زيك.
حفر عدد من الفنانين في غزة اسم الشهيد الصحفي ياسر مرتجى على رمال البحر في رسالة وفاء له وتأكيدا للمضي قدما على دربه حتى دحر الاحتلال. لنا شاهين. رحل ياسر جسدا لكن روحه خالدة في نفوس من أحبوه. تتنافر حبات الرمل وتتباعد لكنها تعود وتلتقي لتخط اسمه فوق رمال البحر. ياسر مرتجى ذو 30 عاما ولد في غزة وفيها استشهد، وما بين الولادة والاستشهاد رحلة عمر حملت أملا بالسفر لم يتحقق، واليوم أنامل أسامة الفنان ترسم حلمه على الرمال. الرسمة هي عبارة عن نحت اسم الشهيد مع جناحين. كان دائما ياسر بتمنى أنه يسافر، وكان دائما بتمنى أنه يصور غزة وهو بالجو اللي هو بالطيارة، ولكن ياسر الآن في مكان ما فيش أي طيارة ممكن توصل له. فإحنا اليوم كوقفة وفاء بنحقق جزء من الحلم اللي كان بتمناه ياسر مرتجى. ياسر هو الشاهد والشهيد، شاهد على جرائم احتلال وثقها بعدسة كاميرته، وشهيد برصاص احتلال يطالب بمحاكمته رفاق الشهيد وخلانه. فهو ليس الشهيد الصحفي الأول ولن يكون الأخير. ياسر بالنسبة لنا هو الابتسامة، الضحكة، الفرح. ياسر احنا نستكمل مشواره، لان هو ياسر كان حابب يوصل رسالة غزة للعالم كله، وبنطالب بكشف جريمة اغتيال ياسر وهو اثناء عمله بينقل صورة معتصمين سلميين. بين مد وجزر سيمحو البحر اسم ياسر بكل تأكيد، لكنه سيبقى دائما وأبدا الحاضر الغائب، وتبقى صورته محفورة في القلوب. لنا شاهين، غزة، الميادين. تتجدد معاناة الفلسطينيين وتضحياتهم مع كل محطة أو استحقاق أو ذكرى، وبات الدم والشهادة رفيقي الحياة، لا بل إن الفلسطينيين يرون فيهما شهادة حياة لآخرين ينتظرون فلسطين حرة مستقلة عربية. عبد الله ظاهر. طفل باريس شو ذنبه؟ لم تكن شهادة الفتى الفلسطيني حسين ماضي شهادة عادية، فهو أراد أن يتميز حتى بمماته ليصبح أصغر شهيد بين 30 قتلتهم إسرائيل في ذكرى النكبة على الحدود مع قطاع غزة. مجهولا وغريبا بقي حسين في مشرحة المستشفى قبل أن يرى قريب له صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، فعاد محمولا على أكتاف زملائه. كان حنون علي يطلب مني الأكلات اللي يحبها أعمل له إياها، طلب مني أنه يوم عيد ميلاده أطلع أنا وياه نروح نشتري له أواعي ونتفسح أنا وياه ناكل بمطعم. تعيش العائلة أسيرة حزنها على حسين، وبعد 3 أيام على استشهاده لم تجف دموع والدته أثناء استقبالها وأفراد أسرته المعزين. إحنا ناس محتلين عشان وطننا، من أجله بدنا نموت كلنا، مش بس يعني الطفل هذا، لا كلنا بنوهب أرواحنا لهذا الاسم. حسين لم يكن وحده الذي استشهد، ففي رفح غص منزل عائلة الزامل بالمعزين، فهي نعت شهيدها علاء الدين ذا 15 عاما الذي قتل أيضا برصاص الاحتلال. لما رحت وشفت يعني بواجهه بتقدم في الصفوف الأولى شعرت أنه فعلا يعني أنه بيقول الكلام هذا بصدق، يعني أنه فعلا أنه بده يرجع لبلاده، بده إيش ذنبه؟ أنا ابني ما يجي بلغنا أخوه الصغير عبد الرحمن، قال يا ماما أخوي على استشهد، ما صدقته. مع الشهادة تعود ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948 لترسم مجددا طريق العودة للفلسطينيين بدماء شبابهم وأطفالهم، فعلى جنباتها ستزهر يوما رياحينهم ومنها يولد تحرير الأرض. أعلنت القوة الصاروخية اليمنية إطلاق صاروخ باليستي من نوع بدر 1 على معسكر الإمداد والتموين في أحد المسارحة جنوب جيزان السعودية. هذا وأحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية تقدم لقوات الرئيس هادي غرب محافظة تعز.
لا تزال محافظة تعز تشهد عمليات كر وفر بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المدعومة من التحالف السعودي من جهة أخرى، فقد احتدمت المعارك بين الطرفين في محيط معسكر الدفاع الجوي شمالي غرب المحافظة. المعارك امتدت حتى شرقي منطقة كهبوبة الساحلية الواقعة بين محافظتي تعز ولحج جنوب البلاد. وفي الجوف شمال شرق اليمن أفاد مصدر عسكري بتدمير آلية عسكرية لقوات هادي بعبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة العسكرية للجيش واللجان في مديرية خب والشعف شمال المحافظة. وفي صعدة الحدودية استشهد يمنيان وجرح ثمانية بينهم تلميذات مدرسة خلال سلسلة غارات لطائرات التحالف السعودي على المحافظة. الغارات استهدفت ورشة عمال فدمرتها وأصابت الشظايا مدرسة ابتدائية للبنات في محيط الورشة ما تسبب بحالة من الهلع لدى التلميذات. قلنا في الورشة نشتغل ما زدنا لغة ضربة فوق. ما نحناش دارين ايش السبب ولا لنا اي دم. نحن في وزارة حقوق الإنسان نطالب العالم والمجتمع الدولي بالضغط لإيقاف هذا العدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة. عند الحدود اليمنية السعودية أفاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى من عناصر قوات الجيش السعودي لدى إحباط تقدم لهم باتجاه التباب السود قبالة منفذ علب في عسير، على الرغم من إسناد طائرات التحالف في عملية التقدم هذه بسلسلة غارات. القوات اليمنية قصفت بصاروخ زلزال اثنين تجمعات للجنود السعوديين في موقع هوقع وجبل الشبكة وصحراء البقع بنجران. إلى فرنسا حيث تواصلت التظاهرات الرافضة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجديدها احتجاج العشرات من ناشطي منظمة العفو الدولية في باريس. المتظاهرون رفعوا لافتات تدعو الرئيس الفرنسي إلى وجوب الحفاظ على حقوق اليمنيين الأبرياء والدفاع عنهم في وجه الحرب التي تشنها السعودية عليهم. وسط هذه الأجواء يواصل ولي العهد السعودي زيارته باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولي العهد السعودي كان قد التقى أمس رئيس الوزراء الفرنسي وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة. تستكمل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في أذربيجان المقررة غدا. الانتخابات يتنافس فيها 8 مرشحين وسط مقاطعة من الأحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد. وحول هذه الانتخابات معنا من باكو عاصمة أذربيجان موفد الميادين الزميل أحمد عبد الله. أحمد يعطيك ألف عافية، يعني غدا هي الانتخابات بطبيعة الحال، اليوم هو الصمت الانتخابي وسط مقاطعة يعني أحزاب رئيسية من الأحزاب المعارضة. أخبرنا أكثر بداية عن التحضيرات خاصة ليوم غد، كيف يتوقع أن يكون الأقبال وكل ما يتعلق بهذه الانتخابات، سواء كان أيضا حتى هناك أرقام تتعلق بها، تفضل. المواطنين أذربيجان عن اختيار رئيسهم الجديد، ولكن السؤال هو هل سيكون فعلا الرئيس المنتخب هو رئيس جديد؟ كل المؤشرات واستطلاعات الرأي تشير إلى أن الرئيس المقبل هو المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات، هو الرئيس الحالي الهام علياب الذي يحكم البلاد منذ عام 2003. صحيح أن هناك تنافس مع 7 مرشحين آخرين، ولكن الأرقام أيضا أرقام استطلاعات الرأي تشير إلى أريحية لفوز عليا في هذه الانتخابات. إذن صناديق الاقتراع ستستقبل بالدوائر الانتخابية الناخبين يوم الغد في الانتخابات المرتقبة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء. اليوم كان هناك صمت انتخابي، يعني انتهت الحملات الإعلامية التي كان يقوم بها المرشح
شحون طيلة الفترة الماضية. صحيح أن يعني أيضا مظاهر الحملات الانتخابية كانت غائبة نوعا ما عن شوارع باكو، إنما هي كانت متواجدة فقط في المراكز المخصصة إلى جانب الدوائر الانتخابية. الظهور الأخير للمرشح أو الرئيس الحالي إلهام علييف كان بالأمس خلال إشرافه على جلسة لمجلس الوزراء خصصت للتقييم مدى التنمية الاقتصادية في البلاد منذ يعني الربع الأول لهذا العام. كما سبق وذكرت علا، هذه الانتخابات يعني تركز فيها السلطات ربما على أن تثبت أن هذه الانتخابات يعني تقام وسط أجواء من الشفافية والنزاهة. لماذا؟ لأن المعارضة تتهم السلطات بانتهاك المعايير التي تجرى على أساسها الانتخابات، وهي لذلك قامت بمقاطعة هذه الانتخابات. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقاطع فيها المعارضة مثل هذه المناسبات. هي قاطعت في السابق الانتخابات التي جرت عام 2015، نتحدث تحديدا عن الانتخابات البلدية التي فاز فيها حزب أذربيجان الجديدة، وهو الحزب الحاكم الذي يتزعمه. في كل مرة أحمد، في كل مرة تقاطع المعارضة تكون نفس الانتقادات التي توجه للسلطة، وما هي بالتالي أبرز هذه الانتقادات؟ دعني أقول نعم علا، هناك عدد من الاتهامات التي تسوقها المعارضة للرئيس الحالي، وأبرزها أنه يحاول السيطرة على جمهورية أذربيجان، هذه الدولة الغنية بالنفط. لماذا؟ لأنه قام بعدة تعديلات دستورية تصب كلها في هذا الإطار. طبعا بحسب المعارضة في عام 2009 كان قد أجرى تعديلا دستوريا بموجبه تم إلغاء تحديد سقف يعني عدد المرات التي يتولى فيها الرئيس سدة الرئاسة، هذا أول تعديل. التعديل الثاني كان أواخر عام 2016، والذي بموجبه تمت تمديد فترة ولاية الرئيس من 5 سنوات ل7 سنوات. نشير أيضا إلى أن الرئيس إلهام علييف هو ابن الرئيس السابق وزعيم أذربيجان السابق حيدر علييف، الذي أيضا حكم البلاد تقريبا منذ عام 1968 حتى عام 2004 التي تولى وقتها الرئيس إلهام علييف سدة الرئاسة، ومنذ ذلك الوقت تم التجديد له من خلال الانتخابات التي يعني تشكك في نزاهتها ومصداقيتها. المعارضة أيضا كان قد تم يعني تقريب موعد الانتخابات التي كانت مقررة أواخر هذا العام. نحن غدا على موعد مع انتخابات مبكرة. تقول المعارضة أنه تقريب موعد الانتخابات هو يعني للتأثير على حملتها وأيضا لشرذمتها. نعم، وأيضا رح نكون غدا بموعد معك لنواكب كل تفاصيل هذه الانتخابات. الزميل أحمد عبد الله موفد الميادين إلى باكو، كل الشكر لك. للمرة الأولى تحدث الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن الحوار مع الولايات المتحدة. وكالة الأنباء الكورية الشمالية أفادت بأن كيم جونغ أون قدم تقريرا إلى كبار مسؤولي الحزب الأوحد يتناول الوضع في شبه الجزيرة الكورية ويتطرق إلى آفاق الحوار مع واشنطن. من جهته أشار الرئيس الأمريكي إلى أن اللقاء التاريخي سيعقد خلال الشهرين المقبلين، مضيفا أنه يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. أطلقت الصين اليوم مجموعة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد. المهمة شملت أيضا إطلاق قمر اصطناعي صغير للاختبارات التكنولوجية، وسيتم استخدامها للمسح البيئي والاختبارات الأخرى ذات الصلة. فاتح المدرس فنان تشكيلي سوري رحل قبل فترة طويلة، لكنه عاد إلى جمهوره عبر مرسمه الذي يحمل اسمه في دمشق. المرسم الذي يديره الفنان عصام درويش بات قبلة الفنانين لعرض نتاجهم وإلقاء نظرة على جزء من الأعمال الفنية للراحل.
مرسم الفنان التشكيلي السوري الراحل فاتح المدرس في دمشق تحول إلى منطلق لحركة نشطة من المعارض والفعاليات التشكيلية والثقافية. الفنان التشكيلي الذي تحول إلى رمز من رموز الحداثة في الفن التشكيلي العربي أبدع في كتابة القصة والشعر وقدم مجموعة قيمة من الدراسات والأبحاث الأكاديمية. في مرسمه الدمشقي يمكن الاطلاع على جزء من أعماله ما بين اللوحة أو السكتش والمخطوطة بمقاسات صغيرة التي تعبر عن أسلوبه في اختيار موضوعاته وأحلامه. تنضح لوحات الراحل فاتح المدرس بالناس وأحزانهم وتعكس تجربته القاسية في الحياة التي أسست لفلسفته وأدبه وفنه. رسم المدرس للأم ولفلسطين وللثورة وللنزوح وللمقاومة الفلسطينية واللبنانية في الجنوب، وكان له مواقف حاسمة وواضحة تجاه القضايا العربية الكبرى. افتتحت في الشارقة الأيام التراثية التي تهدف إلى صون التراث المحلي والتعريف بمكوناته والتواصل مع ثقافات الدول الأخرى. وينظم معهد الشارقة للتراث هذا الحدث السنوي بالتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بيوم التراث العالمي. يشمل البرنامج ندوات أدبية ولقاءات فكرية وأمسيات شعرية، ويشارك في دورة السنة أكثر من 600 خبير وباحث وإعلامي عربي وأجنبي، إضافة إلى عشرات الفرق التراثية المحلية والدولية. على المحك برنامج جديد يعنى بالانتخابات اللبنانية، تفاصيل كواليسه في هذا التقرير. ماذا يحدث في استديوهات الميادين؟ وكأن الدنيا انقلبت رأسا على عقب. ورشة عمل كبيرة تحضر ديكورا جديدا. برنامج جديد اسمه على المحك. فما هو موضوعه؟ ولماذا يحتاج ضخامة تحضيرات كهذه؟ احنا بنمشي بالديكورات بحسب الأوقات المتاحة بين برنامج وبرنامج كل الوقت لأنه شغالين. هيدا انعطى زخم أكبر من غيره لأنه عم نواكب مرحلة الانتخابات هلأ، مشان هيك كبر بالحجم يعني أكثر من غيره. لنا مدور هي مقدمة على المحك، ومنها سنعرف التفاصيل. شو فكرك؟ شو بيطلب على البرنامج؟ أكشن. لك ما ضحكنا، بلش عم أفرط ضحك. والبرنامج كتير جد أصلاً. الميادين تريد أن تضيء على هذه الانتخابات من زاوية أوسع وأعمق تتعلق بحضور لبنان وقيمة هذا البلد في محيطه الإقليمي، في محيطه العربي. النقاش سيكون حيوي سريع، ربما المرة الأولى التي سيشاهد فيها يعني متابعي الميادين بشكل مستمر سيشاهدون هذه النوعية من البرامج التي سيكون فيها جدل قوي بين أربع شخصيات تتحاور فيما بينها في ساعة ونصف من الوقت. وغير أن طابعه جدي جدلي، فإن على المحك سيكون بمثابة مناظرات بين الضيوف اللبنانيين الذين يمثلون مختلف وجهات النظر السياسية في لبنان. بلشنا بوقت كتير قياسي التحضير لهذا الموضوع، وكان في تعاون كتير مهم من الأشخاص اللي نحن عم نتواصل معهم ليكونوا ضيوف بهالحلقات. ضيوف هالحلقات هن منن مرشحين، بس هن أشخاص مراقبين للسياسة اللبنانية ومطلعين على الملفات اللبنانية. على المحك برنامج جديد يعنى بالانتخابات البرلمانية اللبنانية، يعرض كل ثلاثاء عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف وبيروت. تذكير بعناوين هذه النشرة: خروج 44 حافلة تقل نحو 2000 من مسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما وتحرير كافة المختطفين الأحياء. ترامب يلغي جولته في أمريكا اللاتينية لمتابعة الملف السوري، ومشروع قرار روسي مقابل الأمريكي. ودمشق تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في دوما.
لافرنتييف في طهران لبحث التطورات في سوريا. ولاية يؤكد أن الاعتداء على مطار التيفور لن يبقى من دون رد، وموسكو تتوعد بإجراءات سياسية وعسكرية إزاء الاستفزازات. القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على لواء الرادارات في خميس مشيط بعسير السعودية. ورسالة وفاء من فناني غزة للصحافي الشهيد ياسر مرتجى، وتأكيد على الاستمرار والمضي في المسير حتى دحر الاحتلال. الميادين.نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.الميادين.نت. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.